يمثل الضوء أعلى شكل شعاع ينتقل في خط مستقيم ويتغير اتجاهه فقط إذا اعترض مساره حاجز. طبعا يسأل كثيرون على هذه العبارة، هل هي صحيحة أم خطأ؟ وسنجيبكم خلال هذا الفيديو. لا تنسوا طرح أسئلتكم وكذلك جميع أسئلة القناة وأجوبتها، وضعناها لكم برابط الوصف إذا أردتم التعرف عليها. وطبعا هذه العبارة التي تقول أن الضوء على يمثل على شكل شعاع ينتقل في شكل مستقيم ويتغير اتجاهه فقط إذا اعترض مسار حاجز، هي طبعا عبارة صحيحة